أهلا بيكم في مصنع بايو انرجي لإعادة تدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل من المخلفات الصلبة. الموضوع اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده ابتدى بحلمي من حوالي 7 سنين لما كنت في زيارة برا مصر، ان انا بشوف مصانع تدوير القمامة بتعمل ايه برا مصر، وكنت عايز انقل التجربة دي لجوه مصر. انا قدرت في خلال السنة اللي فاتت ان احنا نقدر ناخد حق انتفاع ونقنع محافظة المنيا ان احنا ناخد حق انتفاع المصنع لمدة 10 سنين، بيتم فيه اعادة فرز وانتاج الطاقة من المخلفات، وقود بديل يقدر يوفر عملة صعبة. وزي ما شفنا في المرحلة الاولانية من خط انتاج بايو انرجي للوقود البديل، ان احنا مش بس وقفنا عند الخط، عايزين نتوسع، وقدرنا بمساعدة بنك كيو ام بي الاهلي وتحت مبادرة البنك المركزي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ان احنا نجيب مفرمة علشان تقدر تحول المخلفات دي لطاقة نظيفة تقدر انها تستخدم على طول في مصانع كثيفة الطاقة. مشروع بايو انرجي ليه اثر بيئي ومجتمعي عالي، لان احنا بننتج طاقة نظيفة من المخلفات بديلة عن الوقود الاحفوري اللي بيتم استيراده. ثانيا ان احنا بنقلل الانبعاثات الكربونيه الناتجه عن الوقود الاحفوري. ثالثا ان احنا كل طن بيتم اعاده تدويره بيخلق 6 فرص عمل.